طلاب تالت إعدادي اللي هم مستنيين ثانوي خدمات في محافظة أسيوط، تم الإعلان عن المدارس بتاعت ثانوي خدمات. يعني دلوقتي هقول على المدارس وبعدين هقول النظام في آخر الفيديو، يعني بستبع الفيديو معايا للآخر. المحافظة أعلنت عن إيه؟ بالنسبة لإدارة أسيوط التعليمية، في مدرسة جمال فرغالي سلطان الثانوية العسكرية بنين، الشهيد أحمد فايز إبراهيم الثانوية بنات، مصر على الثانوية المشتركة، ومنجباد الثانوية، دي الأربع المدارس فقط الموجودين في إدارة أسيوط. إدارة البدارس شهيد ناصر محمود، إدارة صدفة، صدفة الثانوية بنين وصدفة الجديدة الثانوية بنات، إدارة ديروت في مدرستين فاطمة الزهراء الثانوية بنات وأحمد قرشي الثانوية بنين. عندنا في إدارة ساحل سليم، ساحل سليم الثانوية بنين وساحل سليم الثانوية بنات، إدارة القصية، القصية الثانوية بنين والمرحوم أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات والمنشاه الكبرى الثانوية بنات. وفي إدارة منفلوط، في إدارة منفلوط في مدرستين، هي مدرسة المنفلوطي الثانوية بنين ومدرسة منفلوط الثانوية بنات. ده لغاية دلوقتي معظم الإدارات، هنشوف باقي الإدارات. إدارة أبنوب الشهيد فاروق جعفر بنين، أبنوب الثانوية الجديدة بنين، المهندس سعيد محمد إبراهيم بنات، ماهر سيد حمدان مشتركة ببني محمد، والشهيد حين علي عبد الرؤوف، إدارة الفتح الوسطى، وجمال عبد الناصر الثانوية المشتركة. إدارة أبو ديش جمال العطيف الثانوية بنين، ودكتور مصطفى يونس الثانوية بنات، وإدارة الغنائم التعليمية فيها مدرسة واحدة اللي هي مدرسة الغنائم الثانوية بنين. طب دي الخطوة الأولى اللي بتتم عشان تتابعوا معايا، وليها الأمور اللي بيتابعوا معايا والطلبة، إن هما الخطوة الأولى بيعلنوا عن المدارس. طب الخطوة الثانية، الخطوة الثانية بتتم بقى خلال أسبوع أو 10 أيام من الإعلان ده، إن هما هيبتدوا يعلنوا عن مجموع دخول خدمات. وإنتوا تابعوا معايا واشتركوا في القناة، وانا اي حاجة جديدة هتنزل هنزلها عشان توصل لكم ان شاء الله.